السلام عليكم، مرحبا بكم عند لي سافور دو لا تركي افيك نزيها. اليوم عملت لحقتني المقلاة الهوائية اير فراير، دونك عملت دجاجة متوسطة. والله صدقوني وصفة سهلة وراني بزاف فرحانة بها، خاطر داريا ندير البولي غوتي في الكوشة هذيك تطلع تولي في حالة. اير فراير والله ما شاء الله طابت لي لمدة نقولوها 45 دقيقة، خاطر الدجاجة ماشي كبيرة بزاف، راهي متوسطة وعجبتني بزاف. واللي عجبني في طياب الدجاجة هذه، عجبني الصدر تاعها، يعني لو بلون دو بولي ما جاش ناشف، جا فريمون جوتو. هنا عملت الياغورت الطبيعي كيما راكم تشوفوا، عملت زوج مغارف تاع العشاء معمرين، درت الفلفل الكحل، درت له شويه حر كرمز بول بيبار. هنا عملت مغرفه قهوه تاع طوماطيش تاع الباطا، عملت السماق ولا تقدروا تعملوا نص حبه قارص ولا حبه قارص. هنا درت الكركم، الملح، درت الزعتر فوالا، والبهارات يوليو على حساب ادواقكم، كل واحد واش يحب يعمل في لا ماريناد تاع الدجاجه تاعو. فوالا انا فضلت عملت هاد، درت الزعتر، درت يعني كيما راكو تشوفوا حكمت الدجاجه تاعي وقاعده ندير لها فوالا، مسحتها كامل بهذيك لا ماريناد. فوالا بيان دجاجه راني يعني نقول ونعاود متوسطه. هنا عملت لها زوج فليسات تاع الثوم وحطيتها وريقه رند تاني يعني ما فيلميتهاش، ودرتها داخل الدجاجه. فوالا هنا من الاحسن نحملوا الدجاجه تاعنا على، نحطوها في المقلاة على الصدر، نحطوها على صدرها ونحطوها طيب. فوالا هنايا عملت المنيو، عبست على المنيو، حطيت البولي درتو يطيب على درجة 200 درجة، وانا بعد نقصته، يعني شوفوا عندكم هي ميزانكم، بعد حطيته يطيب على 170 درجة لمدة 45 دقيقة وقاعدة نقلب فيه فوالا حتى وين طاب. هنايا البطاطا حطيتها في الماء تاعها هكذا بعد ما نقيتها وقطعتها شرائح يعني دي فريت، وحطيتها في الماء لمدة نص ساعة حتى وين يتنحلها كامل لاميدون تاعها. قطرتها وحطيتها في سليبتا، فوالا حطيتها في سليبتا، نحيت لها كامل، عصرتها كامل من هذاك الماء، يعني نشفتها من هذاك الماء. فوالا يعني شوفوا هنا في الحقيقه نديروا شويه زيت، لو كانت ثلاث مغارف تاع العشاء، زوج مغارف ولا ثلاثه، انا ما عملت والو زيت، درتها بلا زيت. حطيتها في الفلاخ فراير في المقلاه الهوائيه، حطيتها على 160 درجه لمده 30 دقيقه، ولكن كنت نطلع عليها ونقلبها فوالا لمده 30 دقيقه، قاعده نقلب فيها. خدات لي اللون الذهبي بيان سور، مازال ما طابتش. ومن بعد درتها 160 درجه، ومن بعد زدت لها في لا تمبيراتور، حطيتها على 180 درجه لمده 15 دقيقه، ومن بعد زدت لها 10 دقائق حوالي، ودرت لها الملح. فوالا باش نكون صريحه معكم، يعني ماشي كيما لي فخيت مقليين، ولكن يجوزو فوالا واحد ياكل يكون ريجيم يكون ممنوع عليه ليدام وكامل. الدجاجه كيما راكم تشوفوا ما فيها حتى قطره تاع الزيت، غير لابو تاعها تلقت، لابو ديجا اصلا الجلده تاع الدجاجه راهي ميدمه، وحدها تطلق لنا ليدام. فوالا كيما راكم تشوفوا جات يعني ما شاء الله جوتوز، و جات بنينة، والله غير جات بنينة، جات طرية ماشي ناشفة. هنا فضلت نقسمها بيدي باش تشوفوا الأبيض تاع الدجاج، يعني الصدر كيفاش جات طريري شهي، جا جوتو ماشي ناشف. وهامليك لي فخيت، هامليك لي فخيت مع الأبيض تاع الصدر تاع الدجاج، شوفوا كيش جا يشهي. ولي فخيت نقول لكم بنان، ماشي بنان ماشي كيما مقليين، ولكن يجوزو. فوالا نتمنى تجربوا هاد الوصفات اللي عندها المقلاة. من المزيد من الوصفات، السلام عليكم، في أمان الله، اللهم لا تولون جلوشرز.